اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج مقهى الفحاء. حلقه هذا اليوم حتكون من ستوكهولم ايضا مع ضيف ستوكهولم الفنان النحات والرسام الفنان التشكيلي فراس البصري. اهلا ومرحبا. اهلا وسهلا. يا هلا ومرحبا استاذ فراس. هذه المره الثانيه اللي انت تساهم بها باعمالك في مهرجانات ثقافيه في السويد. كان لك زياره في شهر ماي السابق في مالمو، وهذه زيارتك الثانيه الى ستوكهولم تساهم في ايام الثقافه العراقيه في السويد. انت الان في ستوكهولم وزرت مدينتين، فاذا اعرف منك كيف تقيم الجاليه العراقيه واهتمامها بالمنتوج الثقافي العراقي؟ الحقيقة أنا هذه المرة الثانية مثل ما ذكرتي، المرة الأولى كانت في مالمو بدعوة من مركز الثقافة العراقي في مالمو، والمرة الحالية في ستوكهولم بالأيام الثقافية أيضا. شيء رائع جدا أنه الحضور كان كلش عالي والاستقبال جدا جميل، وفعلا الجالية أفرحني أنه هذا الحضور الكبير والاهتمام في المعرض اللي أقمت عندهم. وهو الحقيقة نفس المعرض اللي قمت في قبل في مالمو، هو نفسه انتقل إلى مشاركتي به في الأيام الثقافية في ستوكهولم. طيب، في المهرجان السابق وحتى الآن شاهدنا اللوحات، أنت أيضا قدمت في عيد المرأة المنصرم يعني معرض فني بعنوان نون النسوة، وهذا المعرض كان يتضمن الكثير من اللوحات اللي تدلل يعني تعبر بها عن المرأة برشاقتها. المرأة راقصة زاهية جميلة، لكن في نفس الوقت أحيانا غاضبة ومتناقضة، لكن طبعا بقت محتفظة في جماليتها. هل هكذا ترى المرأة؟ وإلى جانب هذا السؤال، كيف تعاملت المرأة عندما مع هذا هذه الرؤية اللي لها في لوحاتك؟ بالحقيقه هو المعرض نون النسوه هو مهداة الى المراه بشكل عام. اعتمدت في هذا المعرض انه اتناول المواضيع اللي تتناول انوثه المراه بشكل خاص، المواضيع الشعبيه للمراه، بعض مواضيع التراث. واعتقد انه كان استقبال المراه العراقيه بشكل خاص بشكل جدا جميل، لانه الكل كانوا كلش مرتاحين واكو ارتياح كبير من قبل المراه. والحقيقه هذا ما حفزني الى انه فعلا انه اواصل هذه الموضوع اكثر في اعمالي. انا بالحقيقه ما اعرف، بس هذا احساسي انه من بدا هذا المشروع يصير لاحظت انه عندي كثير من الاعمال تتحدث عن المراه بشكل خاص. فمن تناولتها بشكل مختلف هي محاولة إلى أنه أمنح هذا المعرض كل الإلمام بالمرأة بالقدر اللي أقدر عليه، بس الناحية الجمالية للمرأة أعتقد كان واضح في الأعمال. كان واضح جدا، لكن هناك عنف وغضب أيضا في اللوحات. يعني قد ما حاولنا أنه نجمل المرأة تبقى هذه العنصر، هي أيضا من جماليتها لا ننسى. فشي زين أنه واحد يتناولها. أنا أعتقد أنه تناولت المسألة من باب جمالي أكثر، كون المرأة قد ما كانت مرتاحة أكو كثير من الأمور تحسها في الداخل لازم تبين عليها. وقد يكون هذا صوش من عندنا أيضا. طيب، في المقدمة التعريفية في الموقع الإلكتروني لحضرتك، يعني لما يقرأ الزائر في البداية يقرأ العبارة التالية رح أقرأها. منذ أن عرف الجوع وشعر بالخوف، منذ أن أضمر العداء وأحس بالخطر، عرف الإنسان الفن التصويري وكان له ملاذا حسيا ووسيلة تعبير لازمته على مر العصور. السؤال، هل يعني تجد في هذه العبارة، هل ترى فيها بمدلولاتها أنها تتناسب ويا حاجة الإنسان اليوم؟ يعني هل يشعر الإنسان فعلا أمام التعبيرية بهذه الحاجة، أمام التعبيرية والتجريدية والفيديو آرت، أنه مثل ما كان يشعر فيها قبل مثل ما وصفت في عبارتك هذه؟ يعني أنا كنت أتحدث عن تاريخ الفن بشكل عام في بدايته. بس أعتقد أنه هذه الحاجة هي لا زالت موجودة، كون الفن هو دائما متجدد مع حاجات الناس، مع المتغيرات اللي تصير. بالإضافة لأنه وجهة نظر الفنان دائما هي ريادية بالنسبة للمجتمع وبالنسبة للواقع اللي يعيشه، فأكيد هذه الحاجة لا زالت ملاصقة ولا زالت هي اللي تبرز في كثير من معايشتنا للواقع اللي نعيشه. فمو غريب في أنه أنا أعتقد أنه لا زالت هذه العبارة تحتفظ بقيمتها، لأنه العمل الفني يبقى هو مترجمة للواقع اللي نعيشه، مضاف إلى رؤية جديدة
ومحاولة إيحاء جديدة من قبل الفنان في أنه يضيف بصمات بها، فأعتقد أنه لا زال تحتفظ بهذه القيمة اللي موجودة. نعم. طيب أنت ترى في اللوحة يعني أداة حضارية للارتقاء بالإنسان وذائقته وتربية الذوق، لكن إذا كنا يعني نؤمن بهذا، فهل هذا يحدث في العالم العربي، أو خلينا نضيق السؤال نقول هل هذا يحدث في عالمنا العراقي؟ وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا هذه الهوة بين النقد والفنان من جهة، وبين الناقد والقارئ أيضا من جهة أخرى؟ أعتقد واقعنا العربي شوية يختلف بكثير من الأمور، بس يبقى دور الفن في الفنون التشكيلية بشكل خاص في العراق إلا الدور أساسي، وأكو جمهور إلى جمهور الكبير، وأعتقد في كل أوجاع العراق كان الفن التشكيلي يمنح البلد أشياء جميلة، و دائما أكو شيء جديد يعني في فنانين. اما بالنسبه للي هو بين الناقد اعتقد هذه هو فرد قصور من النقاد. في الغالب احنا ما عندنا مهنيه عاليه بالنسبه للنقاد، لانه يعني اغلبهم هم ما دارسين نقد، خاصه بالفنون التشكيليه. يعني واعتقد انه هذه ما هي حتى بالسينما. نعم، هذا السؤال بالتحديد، لانه الناقد يعني ينفر القارئ من الفنان باستخدام يعني جمل وعبارات مفهمه غير مفهومه، على عكس ما هو موجود الان. الناقد يحببك بالفنان. هذا الهم اللي فعلا النقاد يحاولون، لانه في الغالب يقحمون النص معناتهم في مصطلحات وتسميات، بحيث انه حتى المثقف من عندنا من يقرا، وحتى الفنانين نفسهم لغه صعبه، ما عرف هو يترجم مشاعره او احاسيسه دون مشاعر الفنان في هذا النص، بالاضافه الى انه ما جاء يقدر يوصل الى مساحه من التسامح بينه وبينه، بحيث انه فعلا انت من تنتهين من النص تبقين تايهه. بالاضافه لانه هذه المشكله، ان هناك قهوه بين المتلقي والفنان في العمل الفني، مع انه انا في اعتقادي انه كثير من الاعمال اللي يطرحوها الفنانين هي محاوله لاثاره التساؤل عند المتلقي. التساؤل في واقع، تساؤل في الرؤيه الفنيه، استفزاز التفكير، الجهد الذهني اللي يحاول الناقد يعقد الامور اكثر. ولهذا المفروض انه تكون هي دور الناقد يكون اكثر تبسيطي واكثر توصيل لهذه العقدة اللي قد يحملها العمل إلى المتلقي، بحيث أنه يقدر يساعد في فهم العمل ويحب العمل أكثر. هذه أعتقد هي من ضمن الأمور اللي إحنا دائما نعانيها، لأنه ما عندنا نقاد مختصين. في الغالبية أكو هناك من يحاول أنه مو أكثر من يترجم مشاعره وفهمه للعمل بشكل خاص، وهذا به هو ذا الأسلوب اللي تحسين أنه أكو يبعد العمل الفني عن المتلقي اكثر مما يقرب. هل تعتقد انه الناقد للفن التشكيلي يفضل ان يكون هو فنان تشكيلي؟ او بالعكس؟ بالعكس لانه انا في اعتقادي لو فنانين نفسهم مارسوا عمليات الناقد الفني التشكيلي